أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية الممتدة معكم على مدار اليوم من الآن. نبدأ الجولة بفقرة عن معلومة في دولة خصصناها اليوم لتكون عن دولة موريشيوس. هي دولة أفريقية تقع بالقرب من مدغشقر، أي شرق القارة السمراء في المحيط الهندي. كل ما يجب أن تعرفه عن موريشيوس في سياق هذا العرض.